نادي بيراميدز طاقة اختار رسمي من اتحاد الكرة باختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي لمعسكر المنتخب الوطني الأول، وبيستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 16 و 20 يونيو في إطار تصفيات كأس العالم. الجهاز الفني منتخب الأولمبي لكرة القدم استقر على خوض مباراتين وديتين مع كوتيفوار يومي 7 و 11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة في الفترة من 1 إلى 11 يونيو، وده ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. فريق الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري بالنتيجة 2-0 في المباراة لجامعتهم على استاد برج العرب، ده في إطار مباريات الجولة 25 لمسابقة الدوري الممتاز. بالفوز ده بيحتل الزمالك المركز 12 برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز 5 برصيد 36 نقطة. نادي بيراميدز فاز على الجونة بنتيجة 1-0 في المباراة لجامعتهم بالسد الدفاع الجوي في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري المصري، وبالفوز ده بيواصل بيراميدز التربوع على عرش جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يقع الجونة في المركز 11 برصيد 30 نقطة. منتخب غانا لكرة القدم للساق الواحدة توج بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وده بعد الفوز على المغرب في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة. منتخب الجزائر لكرة القدم للساق الواحدة حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، وتوج منتخب الجزائر بالبرونزية بعدما فاز على نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-1. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على اتحاد الشرطة بنتيجة 35-28 في ربع نهائي بطولة كأس مصر للرجال لكرة اليد لموسم المحلي 2023-2024 ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة البنك الأهلي. نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلن تجديد عقد المدرب أوناي إمري المدير الفني للفريق لمدة 5 سنوات، وده بعد موافقة الإسباني بشكل رسمي. النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الأولى في مسيرته الكروية، ده بعد انتهاء منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى بالموسم الحالي 2023-2024. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنخرج لفاصل ونرجع مرة تانية مع حضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.